بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ وياكم يحيى قاسم، صفحة مبرمجين. شباب، اولا اني حبيت افيدكم انه انا شلون تربحون من طريق الانترنت درس السابق، وهو سألت يعني كيف تسحب ارباحك في حال، يعني اهم شيء طريقة السحب. الحقيقة شباب، انا كنت مثلكم، يعني حالي من حالكم، فحاولت اسحب ارباحي يعني يوم من الايام، يعني كانت عندي يعني شلون اقول يعني ربح، بس طريقة سحبه ما اعرف. كنت اصمم مواقع الكترونية، انا كنت اشتغل وورد بريس، تمام، والشخص كان يعني اللي سلك الموقع هو خارج العراق، فقلت اسحب ارباحي بطريقه معينه، فما عرفت، قلت اسال كثير من الناس، لكن ما لقيت جواب شافي. يعني هذا الفيديو، يعني الفيديو لازم تشوفه النهايه. ليش؟ لانه انا بحكي شيء صحيح، تمام، وعن تجربتي طريقه سحب الارباح. اولا لازم عندك حساب باي بال، هاي اولا. حساب باي بال لازم يكون بزنس، هاي اول شغله. ثاني شغله، انت عندك لازم في زكاة، تمام، في زكاة. اول شغله لازم تسويها، تروح شركة طيف، موجودة شركة طيف، تمام، عندها فروع هواي، شركة طيف للتحويل المالي، تاخذ منهم فيزا. الفيزا اللي هي يعني تطلع عليك يمكن 50,000، هي لا تخليلها مثلا تعبئها، ولا 50,000 او 40,000، يعني ما اتذكر بالضبط قد كان سعرها. فتشتريها، ومن تشتريها خلي يفعلوها، يدزوا لك طبعا على الموبايل، على التليفون مالتك انت، طريقة يعني سحب الارباح. طبعا كل بلد مثلا اذا يشوفون من الوطن العربي، خلي يروحون على فيزا تدعم الباي بال، فيزا تدعم الباي بال، تمام. خلي نشوف هسه شلون نسوي حساب باي بال اولا، واذا عندك شغله فيزا شلون راح تربط الفيزا مالتك. خلي نشوف. اول شيء تضغط على ساين اب، فراح يقول لك انت تريد الحساب تسويه شخصي لو تريد تسويه بزنس. انت تنزل على ثانيه، خلي يسوي بزنس، قول له نيكست. تنتظر شوية، السحب طبعا راح يكون عن طريق هي هاي الفيزا، انت مو تربطها هي الرابط، بس راح يصير، راح يصير عندك مدفوعات النقل من الباي بال الى الفيزا. يعني شلون؟ يعني انت اليوم ربحت مبلغ معين، تحولت ارباحك للباي بال. الباي بال هو نظام مدفوعات، يعني يقدر يستلم ويقدر يدز، تمام. فخلي نسجل بايميل معين، انا عندي هذا الايميل اسجل بيه. اول شيء دخل ايميلك، يعني بريدك الالكتروني، يطلب منك باسورد، نزل باسورد يتكون من ارقام واحرف، تمام. هسه يقول لك سجل اسمك، البزنس مالتك شنو اللي حسميه، انت سميه بزنس مثلا مارك، الا الاسم اللي راح مثلا تخليه شنو اسمك، يعني مثلا سميه يعني عندك، لا هذا فيرست نيم، اسمك الاول، سجل اسمك، واسمك الثاني سميه كاسم مثلا، سميه اسمه والدك. هنا أنا بزنس، شو سميه بزنس، ماشي. هنا فونت رمل، ايش راح تسوي؟ راح تبحث بالجوجل، ابحث بالجوجل، راح تفتح بحساب خليه اردني، احنا بالعراق نفتح مثلا حساب اردني، انت كذلك خليه الاردن، لو كنت في الوطن العربي فخليه على الاردن. رقم هاتف اردن، طبعا هنا اختار هذا الويكيبيديا، اختار ويكيبيديا، راح تطلع لك ويكيبيديا، اكو هذا الرقم تشوفه تسحبه من هنا، تسوي له كوبي، لازم تسحبه كامل، نزله بيست،
تجي شنو عنوان بيتك، بيت شنو عنوانك، تقول لك مثلا عنواني مثلا آل سبب كا. هاي تسويها ABT السيتي مالتك شنو مثلا مثلا بغداد، تجي هنا ستيت مثلا اختار هاي، تجي عاد تنزل رمز بريدي اللي يتابع لبلدك. اول شيء الرمز البريدي اي شيء اكتب، حتى لا كان يعني انت ما راح تستلم اي شيء من عندهم، فشي يجيك للبيت اذا كان يعني فشي يجيك للبيت تكتب الرمز البريدي. فخلي نسوي اي جري، نسجل، تنتظر شويه راح يحاولك يقول لك بزنس تايب، يعني شنو العنوان الشغل مالتك، تختار جفرمنت. تمام، تختار جفرمنت، خلينا نشوف شو راح تختاره. لا تبخلون على الاشتراك ومشاركة هذه الجميع حتى تعمل فائدة. تمام، وتعليقكم الحلو. هسه خلي نجي هنا، انت شو راح تختار؟ راح تكتب هنا مثلا government entity، هنا شو راح تختار؟ تختار كلمة معينة مثلا، اختار هذه ديبريمنت مثلا ستورز، مثلا اختار $4. هنا راح يكتب رقم، اكتب 10 1 0 1 0 2 3 3، اي رقم انت تكتبه وشوف الطريقة. ويب سايت هاي اول ما يحتاج، فتضغط على كونتينيو راح يطلب منك رمز تكون 4 ارقام، اكتب الرمز انت 3 4 2 2، المانث مالتك مثلا يا يوم الداي السنة. تمام، فتجي هنا بهذا الشكل كاملة، هو راح ينزلهن، فمجرد تقول له سابمت. تمام، فتقول له سابمت. راح تنتظر ومبروك عليك، انفتح عندك حساب بزنس باي باي، اشتغل بصورة صحيحة ما بي اي اخطاء. اولا شباب اللي هنا انت كملت تعرف انت شلون، يعني انا اربطها فيزا، اربطها فيزا، تروح على طبعا نشوف اللغة العربية مثلا اذا موجودة، حاليا هنا ماكو لغة العربية، سهل الموضوع. انا تروح على ماني، ماني تروح على ماني، تنتظر هذا مدة الدرس 10 دقائق. طبعا اول شغلة شباب ان عندك هنا مو تنزل، مو تدخل على ماني حتى خاف ينتهي الدرس، تروح على اللينك، هذا اللينك كارد راح تدخل عليه، راح يطلب من عندك تفاصيل الفيزا مالتك، نزل تفاصيل الفيزا اللي موجودة عندك بالفيزا، شنو راح يعطيك اياها مثلا اي شركة يعني تقدم لك الفيزا، راح تكتب هنا الرقم مالتها، الرقم الموجود عليها راح تكتبه هنا، صورة راح يقول لك هاي فيزا، راح تختار، راح تقول له فيزا هذه، تختارها تقول له فيزا، تجي هنا شو وقت تنتهي مثلا، هي تكتبها شو وقت تنتهي مثلا، هنا تكتب رقم يتكون من 3 ارقام مثلا، شنو الرقم اللي يعني اللي تابع لك انت بثلاث ارقام، وتقول له ليك كار اضيفها، فراح يشوفه هل يا ترى انه اكو هيجي فيزا باي باي، راح يشوف اكو هيجي فيزا تستقبل اموال، واذا كان متاكد راح يسحبها ويدخل لك اياها ضمن شنو؟ ضمن يعني الكريدت كارد اللي تابع لك. تمام؟ راح تنضاف بس مجرد في حاله تريد تسحب ارباحك، من راح يصير؟ بس راح تسوي؟ راح يصير عندك شيء اسمه اريد افيز، يعني طريقه دفع، يعني اريد اوصل اموال. تمام، فتختار الكرنسي اللي حتحول عليها، ومن تكمل تختار الكرنسي اللي تحول عليها، تكتب المبلغ مثلا، اذا صار عندك رصيد هنا بالانس مالتك مثلا زاد
4 دولار تكتب 4 دولار وتدز. طبعا هي العمولة مالتهم 5 دولار للعلم يعني، ما ياخذون 5 دولار، فلازم عندك اشياء اكثر من 5 دولار. وهذا هذا كل ما في الامر شباب، ولا تنسون تدعموني بلايك واشتراك وشير، تمام؟